حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل. صباح الخير وصباح الورد على كل مشاهدي قناة في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد. النهاردة هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولغاية الساعة 11 الصبح مع مجموعة كبيرة من الفقرات. صباح الخير يا سمر. صباح الورد يا إيمان وصباح الورد وصباح الفل على كل المشاهدين، ويا رب يومكم كده يبقى بخير وكل أيامكم دايما بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم مختلف من صباح الورد. زي ما تعودنا دايما مع حضراتكم هنبدأ برنامجنا بجولة سريعة في أهم الأخبار. هننتقل بعديها لفقرة الصحافة وقراءة في عناوين صحف النهاردة. ضيفنا في الفقرة دي هيكون أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. بعد كده هنتكلم عن اهتمام مصر الكبير بالقضية الفلسطينية ودورها في إتمام الحوار الفلسطيني الفلسطيني. هيكون ضيفنا إن شاء الله الأستاذ إيهاب علي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. وهنختتم حلقتنا النهاردة بالفقرة الطبية الثابتة كل يوم ثلاثة وكلام عن أضرار الرسم بالحنة والتاتو. الكلام ده هل بيأثر على الجلد ولا لا؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا دكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً. نبدأ بقى مع حضراتكم مجموعة من الأخبار. أول خبر من مصر، ودعا دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس الراغبين في الترشح لهيئات مكاتب اللجان النوعية لتقديم أسمائهم إلى الأمانة الفنية تمهيدا لإجراء انتخابات اللجان النهاردة. رئيس مجلس النواب أعلن عقد جلسة عامة النهاردة الساعة 11 لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وأشار إلى أن هيئة مكتب المجلس اتفقت على عقد الجلسات العامة بصورة دائمة الساعة 11 إلى جانب حظر عقد اجتماعات لجميع اللجان قبل أو أثناء الجلسات العامة. للمزيد معنا فونو، معنا الأستاذ محمد سامي المحرر البرلماني في موقع مصراوي. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سمر، صباح النور يا إيمان، وصباح الورد لكل السادة المشاهدين. أهلا بيك أستاذ محمد. يمكن النهاردة المفترض اللجان النوعية هيتم انتخابها، كلمني شوية كده عن كواليس التربيطات داخل اللجان. هو بص يا أستاذ سمر، امبارح الدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الأول بدأ وفقا للدستور اللي بينص على انعقاد بدء هذا الدور في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. بدأت الجلسة العامة أمس امبارح بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقال كلمة قدام مجلس النواب تعهد فيها باستكمال برنامج الحكومة اللي عرضوه على المجلس في شهر مارس 2016. طبعا كانت كلمة رئيس مجلس الوزراء امبارح فيها مجموعة من الرسائل، وأيضا رئيس مجلس النواب بالأمس كان في مجموعة من الرسائل. لكن طالما حضرتك حابة تتكلمي عن اللجان، خليني أقول لك إن مجلس النواب فيه 25 لجنة نوعية، وده بناء على اللائحة الجديدة لمجلس النواب. التربيطات النهاردة أقدر أقول لحضرتك إن في مجموعة من اللجان محسومة جدا، وفي مجموعة من اللجان هيكون فيها صراع شديد جدا لم يستطيع ائتلاف دعم مصر حسمه في الاجتماعات الداخلية. الفكرة يا أستاذ محمد إن المفروض عادة إن الأنسب للمكان هو اللي بيتم ترشيحه أو بيتم انتخابه، المفروض الأكفأ، المفروض اللي يمكن متخصص أكتر، بس ده ما بيحصلش. يعني إحنا بنشوف في الكواليس تربيطات، بنشوف موائمات، لكن فكرة إن الانتخاب على أساس مين الأكفأ ده ما حصلش قبل كده. لا بص يا فندم، هو حضرتك الفكره في موضوع التربيطات، لا هو ليس الاكفأ هو اللي بيتولى رئاسه اللجنه، واحنا عندنا في بعض القامات العلميه في مجلس النواب من الممكن ان تضيف للجان بشكل فني. ده حصل في لجنه الاتصالات مثلا في الدور الماضي. الا انها بعيده جدا عن الاختيارات، بتخضع الى موائمات وتربيطات سياسيه داخل ائتلاف دعم مصر. بل بالعكس كمان، ان في حشد يا فندم بيتم داخل اللجان. خليني اقول لحضرتك على بعض اللجان المحسومه النهارده اللي هو مش هيتم فيها تغييرات على رؤساء اللجان، واقول لحضرتك على اللجان اللي تشهد صراع حقيقي. يعني نقول لجنه الشؤون العربيه سيظل اللواء سعد الجمال محتفظا برئاستها. لجنه الدفاع والامن القومي سيظل اللواء كمال عامر محتفظا برئاستها. لجنه الزراعه سيظل النائب هشام الشعيني وهو نائب المصريين الاحرار محتفظا برئاستها، وده اللي العام الثالث على التوالي بعد تربيطات ما بين مجلس النواب، ما بين ائتلاف دعم مصر، وما بين الكتله البرلمانيه لحزب المصريين الاحرار. لما نيجي نتكلم عن لجنه صناعات الصغيره والمتوسطه سيظل النائب محمد علي يوسف محتفظا برئاستها. لجنه الشباب والرياضه سيظل النائب فرج عامر محتفظا برئاستها بعد تاكيدات على كده. وفي عدد كبير من اللجان زي مثلا لجنه الخطه والموازنه.
سيزال الدكتور حسن عيسى ايضا، وهو برضو قيمه اقتصاديه كبيره محتفظه بهذا اللجنه. خلينا لما انتوا بقى عايزين تتكلموا عن الجزء الخاص بالصراعات داخل اللجان، اقول لحضرتك ان لجنه الاسكان تشهد صراع كبير جدا ما بين النائب علاء والي الرئيس الحالي للجنه وما بين النائب معتز محمد محمود الرئيس السابق للجنه، لدرجه ان كل من النائبين بيحشد انصاره واتباعه من النواب واصدقائه من محافظته، سواء محافظه الجيزه النائب علاء والي او محافظه ايلا للنائب معتز محمد محمود، عشان يرفعوا عدد اعضاء النواب بتاعت النهارده، ان في النائب يقدر يغير رغبته ويغير اللجنه اللي هو عضو فيها. هي دي الفكره، يعني فكره تغيير يعني عدد كبير من النواب بنلاقيهم غيروا اللجنه بشكل جماعي للجنه اخرى. علشان الانتخابات يا استاذه ايمان، وبعد كده بيرجع تاني يحضر في اللجنه اللي هو عايز يعمل فيها. وانا اعتقد ان ده في خلل في ايه، في لائحه مجلس النواب. يعني انا النهارده او حضرتك لو انت هتتابع الارقام النهارده على مدار اليوم، هتلاقي ان لجنه الاسكان هيرتفع فيها عدد الاعضاء وممكن نصل الى 50 نائب بعد التربطات. النائب علاء والي قدر يفوز باللجنه من النائب معتز محمد محمود في دور الانعقاد اللي فات بفرق صوت واحد. تمام. النهارده معتز محمد محمود بيحشد انصاره واصدقائه من النواب من محافظه ايلا على ومن حزب الحريه اللي هو الحزب اللي بينتمي ليه علشان يكونوا اعضاء. اقول لحضرتك ثاني ان من الممكن ان تشهد لجنه الشؤون الخارجيه تغير نوعي. استاذ محمد خلينا سريعا بس كده، يعني مع بدايه جلسه الانعقاد الثالث امبارح، بس اكمل دي يا استاذ اسامه عشان خاطر دي معلومه مهمه. لجنه الشؤون الخارجيه المفروض رئيسها احمد سعيد. من الممكن ان يتولى طارق رضوان ترشح على رئاسه اللجنه، وده في ظل حالة التهميش لمجموعة أحمد سعيد داخل ائتلاف دعم مصر. من الممكن أن أحمد سعيد يخسر رئاسة اللجنة. خليني أقول لحضرتك برضه أستاذ إيمان في إطار الكفاءة والخبرة، أن حضرتك قلتي أن الكفاءة، لا النهاردة لجنة الشؤون الأفريقية استقرت بالإجماع أن يكون الدكتور سيد فليفل وهو رئيس معهد الشؤون الأفريقية طبعاً. بجامعة القاهرة، والنائب المعين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتولى لجنة الشؤون الأفريقية بالإجماع خلفا للنائب مصطفى الجندي. خليني اقول لك ان لجنه شكرا جزيلا يا استاذ سامي. يعني احنا طبعا هنعود الاتصال بحضرتك مره ثانيه للمزيد من المتابعات. استاذ محمد سامي المحرر البرلماني بموقع مصراوي، شكرا جزيلا لك. دكتوره غدا والي وزيره التضامن الاجتماعي قالت ان الوزاره استعدت لمواجهه اي سيول محتمله بالمحافظات من كافه النواحي، سواء من الجوانب الماليه او العينيه، وان في اعتماد مالي للعام المالي 2017-2018 باجمالي متاح للصرف هذا العام 98 مليون جنيه. أوضحت الوزيرة أنه يوجد لدى الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، كما أيضا توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة. وأكدت كمان أنه تم استعراض خطط على مستوى مديريات التضامن في أنحاء الجمهورية كلها لتنفيذ طبعا أي حاجة أو لتنفيذها في حالة طبعا حدوث سيول، وخاصة المديريات المعتادة أن يحصل فيها السيل زي أسوان وأسيوط وجنوب سيناء وقنا والبحر الأحمر وأيضا الأسكندرية والبحيرة. نروح بقى لخبر يعني أحزن. طيب معانا على التليفون، معانا مين على التليفون؟ أستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ حسين، المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمواجهة موسم الأمطار والسيول هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك تعلمي أن نشاط الإغاثة والنكبات ده جزء أصيل من اهتمام ومن خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي في إدارة عامة معنية بالإغاثة والنكبات على مدار العام. الحقيقة مش موسم بس الأمطار والسيول، وإن كان موسم الأمطار والسيول بتكثف فيه الجهود من حيث التجريبات، لأن الحقيقة بعض المحافظات تعرض لأمطار وسيول في هذا التوقيت من السنة. الحقيقة احنا جاهزين من خلال زي ما حضرتك قلتي مراكز الإغاثة الموزعة على المحافظات المختلفة بمهام مهمات الإغاثة، من خيم وبطاطين وأدوات جاهزة لإقامة معسكرات إيوائية سريعة لاحتواء أثار الأزمة وقت حصولها، مع تدبير برضو بالشراكة مع التنمية المحلية بعض الأماكن لإيواء المضارين من خلال المدارس أو مراكز الشباب وما شابه. الحقيقة في اعتمادات فورية موجودة، وفي قرار وزاري بينظم صرف المساعدات اللي هي بتقلل من أثار النكبة على المواطنين زي المساعدات اللي بتقدم، بالإضافة للمساعدات العينية من
بطاطين او اذا كان مراتب وغيرها. بس ده في حاله ان في ازمه حصلت، لكن اذا احنا مستعدين لمواجهه الازمه فان شاء الله ما يحصلش مشاكل. ان شاء الله يا فندم، بس ده لا ينفي ان احنا على طول نكون على اهبه الاستعداد في كل المراكز، يعني تدريب القوى البشريه اللي موجوده في مراكز الاغاثه للاستعانه بالهلال الاحمر والجامعات الناشطه اللي عندها كوادر بشريه وعندها امكانيات برضه للتدخل السريع في حوالي في احوال الكوارث والنكبات. وزي ما بقول لحضرتك الاعتمادات الماليه مش عائق ولا المهمات ان شاء الله. جاري حاليا تنفيذ عديد من الدورات بالاستعانه بامكانيات الهلال الاحمر، والتدريب طبعا بيشمل دكتور دكتور حسين، هل جالكم مثلا بيان من الارصاد بالمحافظات المحتمل ان يحصل فيها سيول، وهل بيتم التنسيق في هذا الشان يعني معاك مع الارصاد وحضراتكم؟ بالتاكيد يا فندم في تنسيق تام مع الارصاد، وان كنا على مدار السنوات ال 30 اللي فاتوا طبعا الاماكن اللي هي دايما بيحتمل فيها السيول اللي هي سلاسل جبال البحر الاحمر، محافظات الصعيد لانها يعني بيحدها من اليمين والشمال منطقه جبليه عرضه دايما للسيول زي سوهاج وقنا والبحر الاحمر واسوان، ودي تم تكثيف مهمات الاغاثه وتدريب فرق الاغاثه فيها على التحرك الفوري وقت حصول السيول. الاسكندريه، المحافظات الساحليه، محافظات سيناء كمان. بالتاكيد يا فندم المحافظات دي هي اللي تعتبر المناطق اللي هي اكثر احتمالا لتعرضها للسيول والنكبات، والحقيقه دور التضامن الاجتماعي بالتكاتف مع وزاره التنميه المحليه المحافظات عندنا. لكن الى الان ما فيش اي بيان من الارصاد ان هو محتمل ان يكون في سيول في بعض المحافظات المعينه مثلا. وقت ما بيوصل بيان بيتم طبعا من خلال غرفه منعقده 24 ساعه بتبلغ البيان للمناطق اللي هي محتمل سقوط الامطار عليها، وبالتالي بنكثف فيها الاستعداد. بالنسبه للميزانيه استاذ حسين، يعني بنتكلم عن رصد ميزانيه قد ايه ومقارنه بالسنين اللي فاتت؟ تمام يا فندم، هو طبعا الميزانيه في تزايد، هي السنه دي زي ما حضرتك قلتي 98 مليون يعني تقارب 100 مليون، ودي على فكره ميزانيه تعتبر مبدئيه لان طبعا في شريك مهم لنا الهيئات الاجتماعيه الكثيره اللي موجوده من هلال احمر، من مصر الخير، الأورمان، بنك الطعام، الهيئة القبطية، كل الجهود دي وقت الأزمات لا قدر الله لو اتسعت الاحتياج بيتم تدبير أموال إضافية أو الجمعيات دي بتخش برضو بتاخد جزء من المسؤولية. تمام. دكتور حسين باز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. نروح لخبر الحقيقة، أحزن الوسط الفني امبارح وأحزن كتير من السادة المشاهدين والجمهور. امبارح توفي الفنان رؤوف مصطفى عن عمر يناهز 77 عاما داخل منزله بعد صراع مع المرض، وكان يعاني من مشاكل صحية في القلب ربنا يرحمه. الفنان الراحل تخرج من المعهد العالي للسينما واشتغل مذيع في إذاعة البي بي سي لندن قبل ما يرجع لمصر عشان يشتغل في التمثيل. شارك في العديد من الأدوار منها ديل السمكة وبحب السيمة وكشف حساب، ومن المسلسلات أيضا نور الصباح ولحظات حرجة ومسلسل عباس الأبيض ومسلسل المصراوية. خالص تعظيم. نروح بقى لأخبار الرياضة، يمكن الحدث الأبرز اللي كلنا بننتظره هو مباراة مصر والكونغو يوم 8 أكتوبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تصفيات كأس العالم 2018 واللي هتتلعب في روسيا. كان في أزمة طبعا في التذاكر زي ما حضراتكم تابعتوا، كله كان عايز يحضر، ولكن اتحاد الكرة أكد أن العدد المسموح به من قبل الأمن هو فقط 50,000 متفرج. منتخب مصر بيتصدر المجموعة الخامسة للتصفيات برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني، وبيحتاج للتأهل الفوز على الكونغو هنا بشرط، بس كمان يعني في شرط أن لازم تعثر أوغندا أمام غانا. كان كوبر استدعى 3 لاعبين جدد للمعسكر، هم مؤمن زكريا وحسام حسن ومحمد فتحي، ده طبعا لتعويض غياب الثلاثي المصاب اللي هم عبد الله السعيد وحسام عاشور وكهربا. طبعا مصر هو مصر يا وصيف المجموعه بتيجي في المرتبه الثانيه علشان مصر تقدر تتاهل في حاله
مصر دلوقتي بقت في الاولى في 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 المرحله بتاعتهم، عشان تتاهل لازم تفوز في الماتشات اللي جايه كلها، فبالتالي هي هنا بتضمن ان ايا كانت نتائج المباريات الاخرى فهي هتتاهل، ولكن في حاله التعادل او في حاله الخساره من في اي ماتش لا قدر الله، في الحاله دي هتنتظر بقى تشوف نتائج المباريات الثانيه اللي هتتلعب هتكون ازاي. عموما هنتابع مع حضراتكم طبعا اكتر. معانا على التليفون الناقد الرياضي استاذ محمد عماره، برحب بحضرتك. وكنا كابتن محمد عماره الكابتن مصر الاسبق، برحب بحضرتك. و يعني احنا كنا بنقول ان في حاله تعادل، في حاله ان احنا ما فزناش في واحد من الماتشات، هنستنى نتائج الماتشات الثانيه ما بين الفرق الاخرى في نفس المجموعه. هنا الشروط هتبقى عامله ازاي؟ صباح الخير الاول. صباح الخير. انت عارفين انا كنت بلعب فين ولا انا مش ناقد على فكره خالص؟ انت اهلا بحضرتك كابتن مصر يا فندم والنادي الاهلي طبعا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. والمحله كمان. صباح الورد يا كابتن. لا كده تمام. ورحت المانيا كمان مع كابتن ياسر رضوان. شوف بقى احنا حافظين كل حاجه يا كابتن. صباح الفل عليكم. صباح الورد. وان شاء الله النصر لمصر يا رب ان شاء الله. وطبعا يعني زي ما حضرتك تفضلتي ان في ماتشين لازم احنا نكسبهم بغض النظر عن نتائج الفرق الثانيه. هو احنا ان شاء الله هنلعب يوم الاحد، هيبقى يوم السبت هيبقى في ماتش مهم جدا جدا اللي هو غانا واوغندا. اوغندا حضرتك هي الوصيف او ثاني المجموعه بالنسبه لمجموعه مصر، فيهمنا ان هي يعني ما تعملش نتيجه ايجابيه ضد غانا لانها هي المنافس الوحيد في المجموعه مع غانا لمصر. فبالتالي النهارده ان شاء الله ان شاء الله يعني يكون نتيجه ايجابيه بالنسبه لغانا يوم السبت، تريحنا قوي يوم الاحد. يعني اللعيبه تدخل بقى ان شاء الله يبقى المكسب الوحيد في المباراه باي نتيجه نوصل كاس عالم ان شاء الله دون النظر للمباراه النهائيه اللي هتبقى مع غانا في غانا. اعتقد ان المباراه لو خلصت او السيناريو اللي احنا بنقوله ده خلص لصالح مصر، ان يعني بجد هتفرق معانا قوي 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 ان احنا نروح غانا واحنا مش محتاجين ماتش. انما لو رحنا غانا واحنا محتاجين الماتش، بخبرتي بقى اللي هي اللعيبه في المنتخب سابق، الماتش هيبقى صعب جدا علينا. يعني هيحتاج نوعيه من اللعيبه اللي عندها شراسه غير عاديه، ودي مش موجوده في الجيل الحالي. يعني الجيل الحالي جيل كويس، ماشي كويس، نتائجه كويسه، في انتقاد في الاداء في بعض المباريات وحلاوه ال كابتن. يعني بما ان احنا بنتكلم في الجيل الثاني بقى وحضرتك بتتكلم ان طبعا يعني جيل كويس كل حاجه، بس مقارنه طبعا بالاجيال السابقه هيبقى فيه شويه مشاكل. حضرتك شايف مين يعني الامثل ان هو يتم تبديله او البديل الامثل لعبد الله السعيد؟ بص حضرتك، بالنسبه لي انا البديل عبد الله السعيد الوحيد في الوقت الحالي هو صالح جمعه. صالح جمعه لعب المباراه اللي فاتت، نزل احرز هدف في مرمى النجم الساحلي. صالح جمعه مع عنده معنويات عاليه، قعد 10 ايام معسكر في تونس، فبالتالي عنده الحته البدنيه جاهزه. بديل كويس لعبد الله، يعني مش عايز اقول طيب بديل. طيب يا كابتن، دلوقتي حصول احمد فتحي على الانذار في الماتش الاخير قدام النجم الساحلي، هل ده يمنعه من انه يشارك في ماتش المنتخب ولا بس مع الاهلي؟ لا لا، مع الاهلي دي مسابقه ودي مسابقه حضرتك. تمام. دي مسابقه تصفيات كاس عالم اللي هي مع المنتخب، والثانيه البطوله الافريقيه اللي هي بتاعه الانديه، فبالتالي لا تعارض خالص على الاطلاق خالص. احمد فتحي موجود، واعتقد ان هو الراجل مثبت التشكيل بشكل قوي جدا. يعني لو جيت احمد فتحي ناحيه اليمين هيبقى عبد الشافي ناحيه الشمال، عنده اثنين سيرد باكات، حجازي ورامي ربيعه او سعد حسب، يعني حجازي اساسي وجنبه واحد يا رامي يا سعد. اثنين هيبقوا في وسط الملعب، هيبقى النني وطارق حامد، على يمينهم وشمالهم ممكن تريزيجيه ورمضان صبحي، هيبقى فاضل لنا اثنين ممكن يبقى صالح وصلاح او صلاح وعمرو جمال. تتوقع ان احنا نلعب بنفس الخطه اللي كنا بنلعب بيها قبل كده، لان دي كانت مسار انتقادات لكوبر، كان بيتقال ان احنا محتاجين يعني خطط غير تقليديه في اللعب، متخيل ان المره دي ممكن يبقى عندنا فكره مختلفه؟
بصي حضرتك، مهم جدا يعني في الماتشات اللي زي دي المكسب. يعني انا ضد الناس اللي هي بتقول لك الاداء والشكل طب ما احنا ياما عملنا اداء، ده احنا في سنه من السنوات هي 2002 كسبنا الجزائر هنا 5-2 ورحنا عملنا نتائج ايجابيه مع ناميبيا بره وخسرنا من المغرب 1-0 وكسبنا السنغال هنا 1-0 بجون احمد حسام ميدو كان اول مباراه لدوليه، فبالتالي كنا مكسرين الدنيا في التصفيات واحنا كنا احسن فرقه في التصفيات ورغم ذلك السنغال وصلت. احنا السنه دي يا رب نلعب وحش ونوصل كاس عالم، نوصل المهم نوصل المهم نوصل. واعتقد يعني برضو لو بنتكلم عن ورقيا بقى وزي ما بيقولوا البيانات اللي بتطلع او النتائج في الاخر فهو كوبر موفق يعني بالنسبه للاداء الناس مش عاجباها لكن بالنسبه طبعا للنتائج هو موفق. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن محمد عماره كابتن مصر الاسبق، شرفتنا يا فندم صباح الورد عليك. نروح بقى مع حضراتكم نتابع احوال المرور وتفاصيل الحاله المروريه مع تطبيق بيقول لك اللي بنقدمه لحضراتكم بشكل حصري على قناه تان ومن خلال برنامج صباح الورد. نبدا بكوبري اكتوبر من مدينه نصر للمهندسين معظم مسالك ما عدا من الدمرداش لغمره بطيء جدا. لسه على كوبري اكتوبر لكن من المهندسين لمدينه نصر معظمه كويس ما عدا من التحرير لغايه غمره ده ما بيتحركش. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد سالك. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين ماشي كويس. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه بيتحرك ما عدا من نفق العروبه لكوبري 6 اكتوبر ما بيتحركش. صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه زحمه ما عدا من القلعه لنفق الازهر ده ما بيتحركش. ده بيتحرك طول ما العلامه خضراء يا جماعه هو بيتحرك قدامكم لكن لما بتبقى حمراء طبعا بيبقى الطريق متوقف تماما. نروح للمحور من الشيخ زايد للمهندسين معظمه سالك ما عدا من نفق فودافون للدائري واقف. المحور من المهندسين للشيخ زايد معظمه ما بيتحركش يعني واقف جدا ما عدا بس من 15 مايو لحد ميدان لبنان ده مش بطال. ناكد عليكم ان في ابديت بتنزل لمده ساعتين على مدار الحلقه من ابلكيشن بيقول لك الحصري لقناه تان وبرنامج صباح الوقت. ودايما كده متعودين نحب نعرف اخبار المرور ونعرف بعديها على طول درجات الحراره المتوقعه. خلينا نشوف بيان بالدرجات ونرجع لفاصل وبعد الفاصل نعود مع فقره الصحافه استنونا. صباح الورد. كل واحد مننا ليه اكلة معينة بيحبها جدا وبينبسط فيها، ونفس الفكرة في المشروب، ليه مشروب معين بيحبه جدا وبينبسط بيه، واكيد في مكان معين بيحبه جدا وبينبسط فيه. تعالوا نشوف النهاردة الشارع المصري اللي قلنا له اكلتك ومشروبك ومكانك اللي بتنبسط منه كان ايه. تعالوا نشوف.
اكلتي ملوخيه، والمكان اللي بستجمي فيه طبعا اسكندريه، بلدي الحبيب. وايه التالت؟ مشروبك. مشروبي مانجو. هقول لك الحقيقه، اكلتي المفضله المحشي، مع اني طبعا عشان الرجيم، بس انا بحبه جدا بجميع انواعه. وعلى فكره انا استاذه في الاكل بامانه، والمكان اللي بستجم فيه في البلد. الاكل بالنسبه لي انا اللي هي المكرونه، عشان كده طلعت طويل يعني، طلعت طول. بالنسبه للمشروب المفضل تمام عصير المانجا. المكان المفضل اللي انا احب اقعد فيه الفيوم، بصراحه بلد كده يعني ايه اللي هي ايه الارض المنخفضه زي ما بيقولوا يعني، فليها عشق تمام بالنسبه لي، وكل اصحابي هناك في الفيوم 10 على 10 يعني. عندنا اكله وطنيه جدا بتخص الصعيد وبتخص محافظه اسوان، هي الخماريد، واحنا دايما يعني هي اكله. لا 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 معلش، اسمها ايه؟ اسمها ايه تاني؟ الخماريد. خماريد. خماريد اللي هي ايه بقى؟ هي من يعني مطحون الذره، بيتعمل على يعني على صاجه كده خاصه بهذا النوع من الخبز، وبيتاكل طازه يعني مع الملوخيه، مع الويكه، مع الباميه، مع هذه المأكولات، وهي بتخص شهر رمضان بالاخص. الاكل الشعبي العادي المصري اللي الشعب المصري كله بيتفق عليه، انا بالنسبه لي الكشري المصري. الشاي، مكرونه بالبشاميل، اسكندريه. احلى اكل بحبه السمك، واحلى مشروبي القهوه، والمكان اللي بنبسط فيه يعني بلدي على بركه أروم. احلى اكله البط، بما اني دمياطيه، احلى كل المشروبات بحبها وكل اكل بحبه. عايز ايه تاني؟ احلى مكان البيت، بحب اقعد في البيت. بيتوته يعني. هدوء، بعيد عن الدوشه، وبعدين مع اولادي. انا عايشه اسكندريه، بحبها جدا، بحب كل حاجه فيها يعني. اول ما بخش بدخلها كده ريحه البحر بتخليني ايه، مش ما اقولكش يعني. بالنسبه للعصير بشرب مانجا بقى، بحب المانجا جدا. مشكله الاملاح بقى. ما بتعمل مشكلة، بس كده وكده يعني، هنشرب المانجا وبعدين ده مش هتعمل نعمل ايه بعد كده بقى؟ لا الحلال من عنده. ربنا بقى يتصرف بقى. بالنسبة للأكل بقى نعمل ايه؟ الأكل بحب الفراخ. بحب الفراخ المشوية جدا. عامة بحب المشوية يعني كلها. صباح الفل. صباح الفل يا باشا. صباح الفل عليك. صباح الفل يا باشا. صباح الورد. صباح النور. صباح الخير.